عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخنا سؤال. أخويا قال إحنا بنربي قطة عندنا في البيت. ها؟ أخويا بنربي قطة عندنا في المنزل. تربي قطة. فأخويا قال لها لعنة الله عليك أو لعنك الله. للقطة. فوالدي قال خلوا سبيلها وأخرجوها من البيت إنها ملعونة. متدلا بحديث لا يتبعن ناقة ملعون. فما الحكم في ذلك؟ هو كان يقولها مازحة. لا ما في مشكلة، ما في أي مشكلة، خرجوها من البيت لا بأس. طب لو تركناها، لكن أخوك 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 يعني رجل يعني فيه جهل شوي. الله يسلمك، اخرجوها خلاص ما في مشكلة. اسمع كلام والدك. الأخت ما تسأل لماذا أمر بإخراج القطة؟ أقول يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه امرأة معها ناقة له، فالمرأة قالت للناقة شاء يعني باللغة المصرية شي يعني امشي، شاء لعنك الله، شاء لعنك الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. وبعدها النبي قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فالأخ السائل يقول أنه أخوه قال للقطة امشي الله يلعنك، لعنك الله. فأبوه كل دعبة خلاص ما دمت لعنتها يا ابني خرجها من البيت، تأسيا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناقة. هذا هو الموضوع.